اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من حلقه جديده في موعدنا شباب على التلفزيون الان وعلى قناه الان. يوميا طول شهر رمضان هنكون معاكم الساعه 6:30 حتى الساعه 8 بتوقيت السعوديه. مش انا بقى لوحدي، بيبقى معايا ريم ومها وشهناز اللي مش فرحانه لي خالص برغم ان انا عندي تذاكر كاس العالم وصلت لي النهارده، او عشان بس مش ظرف فاضي اهو. حالكنا يا جماعه من لما فاتح من هالباب هو عم خلص قلن، بس قلن الحقيقة أنه قلن واحدة إليك واحدة إلي تذاكر في أي حاجة في العالم، واحدة إليك واحدة إلي واحدة إلي. لا دي بص، واحدة للمستمعين الشطار هي واحدة إلي واحدة احتياطي ليه برضه عشان لا في لا أنا عارفة أنك عملت عارفة أنك أيوة أنك عامل لي مفاجأة، so thank you. لا مش عامل لك مفاجأة، لا داعي. انت قلت لي مثلا قبل الهوا كده بتشتميني فيه، ما علينا يعني. عندنا فقرات النهارده كتير زي ما عودناكم، بنبتدي الكلام عن الصحه وعندنا تريندنج وعندنا حاجات غريبه بتحصل في العالم، وعندنا كمان اللعبه اللي بنلعبها كل يوم بدون كلام اللي امبارح كسبنا انا ومها. مين كان معايا امبارح؟ احنا السكور انا وانت اللي كنا السكور هنخليها طول الشهر. على حسب يعني مين اللي بيجمع اكتر نقط. 1-0 بالظبط. هما يعني طلعوا ما بيعرفوش يمثلوا. وكمان عندنا ايه تاني هنتكلم فيه؟ عندنا السكتش اليومي اللي بنتفرج عليه. بس بنبتدي دايما عن يعني الصحه، وقبل الصحه عايز اسالكم سؤال الحلقه النهارده اللي تقدروا تتناقشوا معانا فيه وهنتكلم مع بعض فيه. لو خلصت دراسه وامتحانات بتفكر تشتغل في بلد تانية ولا في نفس البلد اللي انت عايش فيها؟ يعني بتحب تسافر للعمل بعد ما تخلص؟ مثلا لو انت عايش في الامارات وتقوم بخلص دراسه هتقوم رايح ايطاليا مثلا، عايش في السعوديه وخلص دراسه في السعوديه وهتروح المانيا واتيفر يعني. شنو الاختيار وشنو السبب؟ ولا تحب تقعد في البلد بالظبط كده؟ اعتقد هندردش مع بعض في الموضوع ده، بس عايزين نبتدي بفقره الصحه ونتكلم بقى عن البشره بشكل عام، وانه في الصحه والبشره دايما هما مرتبطين ببعض. بس في موضوع مهم قوي او ما هتكلمنا عنه اكتر، هو موضوع الحقنه اللي بتخسسك 6 كيلو. نعم ده فعلا هذه اللي من جد يبغى لها كذا. طب وزعي لنا منهم هدايا مفاجاه. افكر في الموضوع اذا كنتوا بس انا مطير افكر يعني. احنا عايزين نزيد 6 كيلو انا انت ما يبغى لازم نجيل العكس. طبعا حقنه جديده تخليك تخسر 6 كيلو جرام في شهر واحد بس، من غير تمارين، اللجوء الى عمليات التجميل، شفط الدهون، ومن غير الرياضه، ومن غير انك انت تعب نفسك واعمال شاقه وما ادري ايش عشان تضعف. كل هذه الابره تساعدك على انه انت تفقدك الشهيه، فبالتالي يصير اكلك للوجبه قليل بشكل قليل. يعني ما في ناس يلجون الى عمليات قص المعده او الربط. هذه الابره بدل ما انت تروح تقص المعده والربط وهذا وكل شيء تساعدك. الحقنه دي يعني تاخذها تفقد الشهيه فبالتالي ما تاكلش. نعم شهر واحد خليك تفقد 6 اكيد ليها يعني لازم يستمر عليها كل شهر أكيد. ياخذها حسب وزنك يعني. حسب مثلا في ناس يبغون وزنهم يكون كبير فيحتاجون كذا مره. ناس حتى جربوا الحبوب مال فقدان الشهيه بس ما تاثر بيهم لانه ده يفقد الشهيه لفتره بعدين يرجع نفس حسب الوزن. الجسم انا يعني الصراحه مش يعني لو 6 كيلو خسهم جري ورياضه لا مش انا خس كيلو اقصد يعني حقنه يعني ممكن تكون الحاله محتاجه لو الحاله الصحيه محتاجه. اعتقد بشكل كبير يعني اللي عنده زياده في الوزن بدون اللجوء للادويه والحقن والكلام دي لانه اكيد لها سلبيات على الجسم اكيد يعني بتفقدك الشهيه. هي ما هي شيء صحي بس في ناس كسلانين ما يحبون يلعبون رياضه ولا يحبون يسوون اي شيء في الحياه فيلجون الى الحقنة. ومعروف مصدرها يعني هي مثلا اختراع او ابتكار الماني ايطالي دراسه بريطانيه اوكي نعم. يعني عامه في الصحه ده كان اول حاجه هنتكلم عليها، او يعني ناس كتير بيهمها موضوع ان هي تفقد الوزن والكلام ده كله. بس عندنا كمان مع مها مشروبات الديتوكس والخبراء قالوا ايه بقى الموضوع. طبعا الفتره الاخيره كل الناس يتكلمون عن مشروبات الديتوكس يعني السنوات القليله الماضيه، والكل يمدح فيها يعني الكل يحاول انه هي تساعد على طرد السموم من الجسم وتساعد على نضارة البشرة. بس في الأخير الأخصائيين قالوا انه هي ما هي مفيدة بالقدر اللي الناس تتكلم فيه، لانه هي تخليك تفقد كمية كبيرة من الماء في جسمك، فبالتالي حتى تأثر على العضلات. هي صح اي نعم تعطيك يعني تخليك شكلك اضعف لانه انت راح تخسر ماء،
بس طبعا الفوائد، يعني انت محتاج في اليوم تاكل بروتينات، تاكل كل هذه الوجبات اللي او الفيتامينات اللي تحتاجها، زي ما هو موجود عندنا الخضار، تحتاج انك انت تاكل كل هذه الاشياء. الديتوكس يحرمك من هذه الفيتامينز اللي تاخذها، فبالتالي تؤدي الى نتيجه عكسيه في بعض الحالات. وقد قد في بعض الناس اللي عندهم نقص كثير في الفيتامينز ممكن انه تجي له حاله اغماء نتيجه لتغيرات السكر في الدم. انا بحب قوي مشروبات الديتوكس، بحب احط في الميه حاجات كده وبتاع. هذه اوكي، بس يعني بالتالي يكون عندك اكل انت تاكله، يعني في وجبه انت تاكلها، مش بس الحميات الغذائيه. هذه كل الناس صاروا يشربون بس ديتوكس الحاله من غير ما انه من غير ما ياكل تلجأ بالضبط. هذا طبعا شيء غير طبعاً. صحي. بس انا بعرف شيء ثاني عن الديتوكس، انا بعرف يعني ممكن كترته للديتوكس يكون شيء ما انه منيح، بس انا بعرف انه الديتوكس بيطرح كثير من السموم من الجسم، وبينصح فيه انه ينعمل مره بالشهر. مره بالشهر ما راح يقول شيء بالضبط، يشربوه بدون ما ياكلون شيء. ما هذا يعني هو اللي انا اتكلم عنه، الحميه الغذائيه المعتمده على الديتوكس فقط. يعني انه ما يعني ما ياكلون ولا بس يشربون هذه العصائر اللي هم يعتبرونها لمده يمكن اسبوع او اكثر، كل فتره يعملونها. صح يخسرون وزن، ولكن ايضا يخسرون من اللي بعتقدوا انه العالم عندهم مفهوم غلط لكلمه الديتوكس او لشغله الديتوكس بشكل عام. انتوا بتعرفوا انه في ديتوكس دايت مثلا بيكون لشهر كامل على سمك وخضار؟ اي شهر على الاقل اكو بروتين. مشان هيك عم اقول في انواع ديتوكس دايت، ديتوكس دايت الناس ما عندها علم فيها، عندها علم بس بالمي اللي فيها الخضار وخلص انه هذا هو الديتوكس. صح. طب في كذا انواع للديتوكس، الواحد في خوضة ليضل محافظ على جسمه، ليضل محافظ على طاقته اللي هو ما يستنفذها. ما هذا هو الطاقة، أهم شيء إنه جسم الإنسان يحتاج إلى أشياء كثيرة، مو بس عصير الديتوكس أو الفواكه. حتى لو أكلتي شيء صحي كل يوم كل يوم فواكه مثلا، بالتالي رح تخسر، جسمك يحتاج إلى بروتينات. والديتوكس ككلمة زي ما أنت بتقولي، هي ممكن تعملي ديتوكس من السوشيال ميديا، ممكن تعملي ديتوكس مثلاً. من حاجة معتاد عليها بتوقفيها شوية عشان ترتاح ترفرش. بالضبط. لسه مكملين مع الصحة أستاذة مها. النهاردة عندها الدكتورة الدكتورة عندها وجبة دسمة من أخبار الصحية النهاردة. عندك إيه تاني يا أستاذة لو سمحت؟ عندي فوائد العسل. نعم، يا سلامة. فوائد العسل طبعا معروفة لصحة جسم الإنسان، ولكن أنا اليوم رح أتكلم فيها فوائدها للبشرة. فوائد العسل للبشرة، هي تعتبر مرطب للجلد، يساعد أصحاب البشرة الجافة في ترطيبها، بلس أنه هو لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة، أي يحتوي على مضادات للأكسدة، حتى الجروح يكون هو التئام، يساعد في التئام الجروح، بلس أنه هو ينظف كمان، ينظف البشرة من السموم، من أي شوائب تكون موجودة على البشرة. هذا كله لأنه يحتوي على فيتامينز ومعادن، ويحتوي على أشياء مرة كثيرة تفيد زي ما احنا شايفين. كذلك هو يساعد في علاج حب الشباب، العسل ولانه مضاد للجراثيم، فيساعد انه هو يلئم الجروح، والى حب الشباب بعد انه يمنع ظهور. حتى لو كان عندك حب شباب، ممكن تحط شويه عسل ماسك، يعني تعمل او بشرتك جافه، ملعقة عسل مع ملعقة حليب، تخلطينهم مع بعض، تحطيهم يعني 30 دقيقة على الوجه. بعد كذا بس 30 دقيقة؟ 30 دقيقة. وهم يقدرون الناس يستعملوه كسكراب، انه تخلطه ويا سكر فيصير هو مادة انه شوية خشنة، سكراب تكشف الوجه، تشيل الجلد الشوائب. طب انا عايز اسألكوا سؤال، بما اننا اخوات، بس سؤال وترد عليا بصراحة. انتوا عمركم جربتوا الحاجات دي؟ يعني طبعًا. الوصفات دي في حد فعلا بيسمعها ويجربها؟ طبعا كلنا طبعا. انا تيجي فتره على البنات خاصه انه يحبون يلجؤون للاشياء الطبيعيه اكثر من مثلا برودكت او كريم. أوكي. فتروح هي تسوي شيء خلطه بالمطبخ، تعمل اشياء يعني لكم نظره ولد يعني، او انه بتفرج على الحاجات دي بجد وفي حد تسوي. يجرب كده لا احنا نجرب اكثر من كده كمان. أوكي. يعني عادي احنا نجرب كل الخلطات، كل الفواكه، كل
عادي ما في مشكلة. ما في مشكلة على الشعر وعلى الوجه و... يعني أتمنى مشاهدينا تبقوا مستمتعين بالمعلومات اللي هي بتقولها مها والدكتورة الصحة وإزاي العسل. أنا ما تخيلتش أن أنا أعمل العسل وسكر ولا حاجة أحطها على وشي يعني مش عارف يعني. العسل والسكر يعتبر سكراب، منه بيبيض الجسم ومنه بيشيل الجلد الميت وبيعالج الحروق. ليش عادة بنحط العسل مع السكراب؟ لانه ممكن اي حدا يجرح حاله من 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 السكراب مثل ما قالت شهناز، فهو ماده علاجيه للحروق، ماده علاجيه لحب الشباب، ماده علاجيه للجفاف الاريتيشن، ما بعرف كيف تنقال بالعربي انا اسفه، وينعم البشره طبعا ويبيضها وبيبيضها بنفس الوقت. في كثير فوائد للعسل، بس النصيحه اللي لازم انا بعتقد اني اوجهها للجمهور انه ممكن اي حدا عنده حساسيه من العسل حتى على بشرته، فدائما حطوا ممكن مع الأصغيرة على طرف من ايدكم وانتظروا عليها أراوند يعني هيك شيء 10 دقائق، بعدين حتشوفوا إذا أنتوا حتتحسسوا تجاهه ولا لا. الوجبة بتاعت الأخبار الصحية لسه فيها حاجات، لسه عندنا حاجات. أنا شايف إن أنت كنت بتقولي تحت الهواء إنه الانتفاخ بتاع تحت العينين رمضان. كمان انا محتاج ده بقى، ده اللي هعمله. تعال عندي عسل خيار طماطم زبادي احط كل حاجه. تعال عندي. اول شيء معروف رمضان حياتنا تنقلب فوق تحت، بالتالي نسهر طول الوقت واحنا سهرانين، هذا يخلي عندك سواد وانتفاخ تحت العين. ماذا تفعل عزيزي؟ عزيزي المشاهد كلمني على رقم. ماذا تفعل؟ اول شيء في مكعبات الثلج اللي معروفة، كلنا عندنا مكعبات ثلج في البيت ناخذها ونحطها لمدة مثلا 10 دقائق حوالين على العين، تغمض عينك وتحط عليها مكعبات ثلج، أو ممكن تستعين عنها بالخيار. 10 دقائق حط ثلجتين؟ لا حركها يعني لا تدلك ممكن تعطيك حركة تانية بشكل دائري. المعالق المعالق حطها بالبراد بعدين شيلها لكل يوم الصبح وحطها على عيونك، عن جد بتستفيد من الثلج. طيب اذا ما تبغى ثلج، الخيار معروف انه هو يمتص الالتهاب. طيب احنا يعني هنطلع بريك ونرجع لكم تاني عشان الموضوع حيوي بشكل كبير بالنسبه لي واعتقد مشاهدين كتير زي ما قلتي بسبب رمضان، فاستنونا بعد البريك. ف يلا بينا. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، كنا بنتكلم عن الصحة ودلوقتي هنتكلم عن التكنولوجي. بس كانت معها عندك أي معلومات تضيفيها بعد دلوقتي؟ بس سيب التذاكر. لا مش هسيب التذاكر عشان انت كنت بتحاولي تاخديها. التذاكر دي عمري انا مش عارف اخبيها فين، بس يعني تذاكر كاس العالم اللي لسه بيتفرج علينا. خلاص كل الناس بالحياة دروا انك عندك التذاكر، كل العالم. خلينا خمسة وخميسة خلصتي معلوماتك الصحية؟ خلصت. طيب انا عايز اكلمكم النهاردة في التكنولوجي، جايب لكم 3 مواضيع مختلفة. اولا سيري اللي كلنا يعني ما اعرفش كتير منكم بيستخدمها ولا لا، الموجودة في الايفون او الابل. بنتكلم معها ساعات، نسألها عن اسم الاغنية ونسألها على حاجات. وعايز اتكلم كمان بعد سيري هنتكلم عن انستجرام، في نزل فيه اوبشن جديد، وكمان هكلمكم على شكل البيوت في المستقبل هتبقى عامله ازاي. عايزه اشوف بيتي. لا مش شكل بيوتكم انتوا، هنشوفكم في بيوت ان شاء الله بيوتكم. لكن هتكلم عن سيري دلوقتي. جماعه بصوا، التطور بتاع موضوع سيري ده انا شفته اصلا في فيلم. في فيلم كان معرفش كان اسمه هير. الفيلم ده جاب ازاي سيري دي هتتطور لدرجة ان هي هتتحكم بشكل كبير في معظم امور حياتك. الفيلم كان بيناقش التكنولوجي وتطور المستقبل، بس كانوا مركزين في سيري ولدرجة انه من كتر اللي هيحصل في الفيلم، يعني انا هحكي لكم الخبر بس هقول لكم على ايه اللي ممكن فعلا توصل له سيري مع التكنولوجي. انه من كتر ما الراجل اللي كان طول الفيلم بيسألها على حاجات وبيتكلم معها في حاجات ارتبط بيها، فابتدى يحبها، ابتدى يحبها فعليا، ولدرجه بقى ان هو كان بيوريكي ان السيري دي تبع شركه معينه، وهم في الاخر من كتر ما حبها الشركه هتخليه قابل واحده شبه اللي في خياله اللي هو دايما بيكلمها. لان احنا عندنا تخيل لسيري، حد بيبقى متخيل سيري شكلها عامل ازاي. انا يمكن مره شفت فيديو وهي بتسجل صوتها لشركه ابل، فعرفت ان هي دي، فعرفت شكلها. شعرها قصير وعجوزه. ايوه عجوزه قصيره. ممكن يكون ولد بيكلمها، شايفه طبعا بنت بلوند واموره وجميله. ايوه تخيل بنا صوره مختلفه لسيري.
لا هو عامه اللي بيحصل للتطور سيري زي ما شفنا انه مثلا من فتره عملوا لينك لشازم اللي هو الابلكيشن اللي منه بتعرف اسم الاغنيه، ودلوقتي بقيتي تساليها اسئله كتير تعرف تجيب لك الاجابه بسرعه، وده اعتقد اللي هو في طبعا كام ترم كده لازم نبقى عارفين، يعني ما ينفعش في العصر اللي احنا عايشينه ما نبقاش عارفين اللي هو الاي او تي انترنت اوف ثينجز، ما ينفعش نبقاش عارفين كلمه، في ترمات معينه كتير مهمه جدا في التكنولوجي لازم نبقى عارفينها. فهو سيري بتتطور بشكل كبير، وانت كمستخدم ممكن تستفيد بشكل كبير، لان في ناس كتير ما بتستخدمهاش. يعني في ناس كتير ما بستخدمها لا دي تنفعك بشكل كبير. يعني انا مرات يعني اكو واحده صديقتي من تليفونها السكرين تخرب او انكسر مره، بدأت تستعمل سيري حتى بس تقولها الاسم انه كول مثلا محمد، وراسا يطلع لها الهاي لانه خلاص ما تقدر تستعمل خاصيه اللمس بالشاشه، ف استعانت بسيري بس كشكل يومي يعني ما استعملها. هو عامة الخبر اللي كنت عايز اقوله انه سرب المساعد الشخصي الصوتي سيري التابع لشركة ابل، انه في الـ WWDC اللي هو الموقع او الفعاليات، فعالية كبيرة جدا ليها علاقة بالتكنولوجي جاية قريب، هتكون بتتكلم على ازاي المساعد الافتراضي ده هيحصل على صوت جديد تماما خلال الفترة المقبلة. فهو صوتها هيتغير، سيري ممكن يبقى صوت واحده تانية بس بنت برضو، ويبقى في اوبشن لصوت الراجل برضو بصوت تاني، بس هي سيري دلوقتي بس بنت. بنت الجي بي اس هو لو تلاحظوا هو اللي فيه صوت راجل وفي صوت ست، لكن بي اكسنت سمينا بريتش اكسنت بالظبط تختار الاكسنت. ده كان اول خبر معايا عن التكنولوجي واهميه سيري. طبعا الخبر الثاني اللي هكلمكم عليه هو الانستغرام، انه بيتيح لمستخدميه دلوقتي منع الصور. بصوا انا يعني الخبر ده عجبني جدا، والموضوع ده عجبني جدا، هيخليكي ممكن تبقي عامله فريند لحد بس تشيلي ان انت ما تشوفيش اي من صوره تطلع. اوكي هو الاول بس انه الستوري كان اذا ما تبغى احد يشوف الستوري ممكن تسوي بس لا بس الصور ايه لا هو قصده يكون عندك احد صديق وتسوين اوبشن انه ما يطلع لك اذا نزل صوره اذا ما يهمك موضوع ما يطلع لكش خالص. الله لانه انا محتاجه هذا الشيء مره ما ابغى اشوفه، لان انت بشكل كبير ممكن تخافي تعملي ان فريند عشان ما يزعلش الشخص او تعملي ان فولو فنختصر وما نشوف شيء منه. فهو انت ممكن فانستغرام هينزل الاوبشن بس ده. ممكن يصير موقف محرج انه هو يجي يقول لك شفت الصوره نزلتها اليوم، انت تقول له لا ممكن بقى تقول له ساعتها عادي أنا ما دخلت انستغرام ما شفته ما دخلت، هتصير اكثر من مره هتصير خلاص شلته من انستغرام. انا بؤمن انه كل التطبيقات دي تسيب لي حريه الاختيار، يدونا الاوبشنز وتسيب لك حريه تختار تتابع مين ما تتابعش مين، اشوف ايه ما اشوفش ايه. يعني كتير ناس منزعجه من الاعلانات، في ناس منزعجه من الحاجات دي، بس عامه الانستغرام وتطبيق الفيسبوك كلهم بيتصارعوا بشكل كبير على ان هم يقدموا لنا احسن حاجه طبعا عشان نفضل حاطين عينينا في الموبايل. في الخبر الثالث معانا في التكنولوجي النهارده انه في مجموعه من الخبراء اللي بيدرسوا تاثير التكنولوجيا في حياتنا وعلى حياتنا بعد 50 سنه، هتكون تاثير التكنولوجيا على البيوت اللي بيسكنها البشر اكيد هتكون عامله ازاي، هل هتكون بشكلها مختلف، بتتعامل ازاي معاها. فهم اكتشفوا ان البيوت هيكون بحالها او بقدرتها مع التكنولوجيا انها تلعب في مزاجك، وان هي تخليك يعني انت اي متوتر البيوت هتتغير تماما. لا هتساعدك على الخروج من الحاله التوتر بتاعت التوتر، لكن مش هتساعدك على التوتر معاك دي تبقى مضحكه. هو اكيد حنوصل يوم من الايام حتى البيوت حتصير سمارت هوم، فهي صارت خلاص تدخل بحياتك وبالمود انا دخلت بيت هنا في الامارات كله سمارت سمارت توتالي. يعني شفت فيه بالمستقبل؟ لا لا شفت فيه تهريج. اولا كان في تطبيق يعني انت بتنزليه على الباد بتاعك سواء بقى ايفون تحكم بالابواب وبال بالظبط لا وبتحكمين بلون الاضاءه في البيت فممكن تخليها خضراء ممكن تخليها حمراء ممكن تخليها زرقاء. كان في برضو ازاي تخلي البيت كله ساعه الصحيان يديكي مود المورنينج، الستار بتفتح ازاي وده يتقفل فانت كل ده بتخططي له. كمان الفكره بتاعت ان انت الثلاجه تبعت لك اللي ناقص في البيت ومتصله كل الحاجات دي بالتليفون عندك مثلا، بلس انه كان في اوبشن اللي هو بتاع البيت كله تحت مراقبه والتحكم الكاميراتي فده كلها السمارت هومز دي هتتطور لدرجه انا بحس ان ساعات احنا هنفاجئ بحاجات مش عارفينها اصلا يعني مش في مخيلاتنا. بس احنا على الاقل متوقعين انه الاشياء اللي ممكن تصير لانه احنا اصلا بعصر السرعه والتكنولوجيا فده نتوقع انه حتى البيوت هتصير بها هاي الاشياء. بس الفكره كلها انا خايف ان ده هيبقى
بيحاول حياتنا الروبوت ستايل او هذا اللي قلناه بالحلقات السابقه موضوع الروبوتات. تفقد كثير من الاشياء الحلوه اللي ممكن انك انت تسويها بنفسك. يعني كل شيء صار جاهز. هي يعني بالنهايه يرسل لك بالتليفون كل شيء مرتبط. كل الاشياء الانسان كان يسويها تصير بالتكنولوجيا. بس هي الفكره كمان بتاعت تنظيم الوقت وكده برضو هتبعد عننا فكره انه الحياه تبقى سلسه ولا احسن. يعني اكو ناس ما يفضلون موضوع انه كل شيء مرتب بالوقت، يحبون يعيشون يومهم عادي واللي يصير يصير. اما ترى احنا اتكلمنا في الصحه واتكلمنا في التكنولوجي ولسه هنتكلم على مواضيع مختلفه، عندنا شويه مواضيع غريبه ولسه كمان هنتكلم عن الميك اب النهارده. هنتكلم عن حاجات غريبه. عن حاجات غريبه بس مفيش ميك اب. في ميك اب في الفقره. عندك ميك اب؟ ميك اب نص نص. واتكلمنا عن الصحه زي نرجع بس نقول على اتكلمنا عن العسل وفوائده، واتكلمنا كمان عن الابره اللي ضعف 6 كيلو والعسل والانتفاخات حول العين في شهر رمضان. وانا حكيت لكم عن التكنولوجي وحكيت. طب ايه اللي هنتكلم في الحاجات الغريبه؟ ايه اللي هي اربع اشياء بس كل واحده قصه مختلفه. أوكي. وواحده لها علاقه بالصحه وواحده لها علاقه بالتكنولوجيا، فهمنا نفس المواضيع. وانا بكلمكم عن كاس العالم شويه كده. هذا اللي ما صدق. حيذلنا. هذا اللي ما صدق. طيب هنطلع بريك للنيوز لسه. اوكي طيب احنا مكملين معاكم وبعدين عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا غير المسابقه النهارده بتاعت بدون كلام. انا بجد الموضوع واخده. انت قررت الفيلم؟ انا واخده بجد قوي. فلسه فقراتنا مستمره معانا وتقدروا تجاوبوا على سؤال الحلقه وتشاركوا معانا. سؤال الحلقه كان بيقول هل لو انت خلصت دراستك في البلد اللي انت عايش فيها هتروح لبلد تانية ولا تكمل في البلد اللي انت عايش فيها ولا لا؟ نروح نيوز او بريك سريع ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يلا بينا. بعد البريك رجعنا لكم في موعدنا شباب، وبرحب بكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. تقدروا تكلمونا على ارقام التليفونات اللي هتبقى موجوده عندكم على الشاشه. وسؤالنا النهارده بيقول لو انت بتدرس في البلد اللي انت عايش فيها وبعد ما تخلص دراستك هتعيش فيها وتشتغل فيها ولا ناوي تسافر وليه؟ او تحبس كده وما تحبش كده ولا تحب كده؟ ده اللي هنتناقش فيه برضو النهارده احنا كمان. بس عندنا دلوقتي فقره بعد ما اتكلمنا عن الصحه والتكنولوجيا هنتكلم على الحاجات الغريبه اللي هي بنجيبها من كل حته في العالم. انا اللي اجيبها. ايوه بقى. يا ويلي. الغريب يجيب الغريب. اوكي اتحفينا. اول شيء حبدي بالتكنولوجيا بما انه شويه موضوع يهمنا. اكو مدرسه صينيه سوت دراسات انه سوت شيء جديد بالتكنولوجيا، انه هم بالصف يحطون جهاز يخلي يعني يقدر يشوف شنو احاسيس او مشاعر الطلاب. فهو عباره عن انه دا يصور ودا يشوف هم شنو دا يحسون. فآخر شيء ورا كل صف المدرس يروح يشوف هاي الصور ويشوف شنو كل طالب كان دا يحس وهو دا يشرح. فهم دا يعرفون إذا الطالب كان مركز أو سرحان أو زعلان أو فرحان، فكل المشاعر اللي ممكن تخطر على بالك هذا الجهاز دا يطلعها. فبدت المدرسة تحسن من مستوى الطلاب، يعني دا تعرف كل واحد مثلا إذا هو دائما دا يكون سرحان يعني عنده مشاكل بالعائلة، أو إذا دائما زعلان يعني يسألوه إنه شنو أكو شنو المشكلة. بعدين طبعا المدرس انه يعرف شلون يتصرف وياهم. قصه لخ غريبه هي انه واحد اثنين يعني دا يتزوجون، ابو البنيه قال لزوجها انه انت المبلغ اللي حدفعه كمقدم ومؤخر 100,000 درهم. فالاب قال له انه انت ادفع لي 50,000 قبل ما تتزوجها و 50,000 ورا ما نخلص عقد الزواج. فالزوج طبعا دفع الخمسين الاولى وراحوا للمحكمه وخلص دا يوقعون على العقد. فاول ما خلصوا توقيع العقد مع الزواج الاب راح قال للزوج انه اعطيني الخمسين الثانيه انه هسه اريدها. فهو استغرب قال له انه اعطيني 5 دقائق لانه المبلغ بالسياره انه ما نزلته وياي. فالاب ظل مصر انه لا اريد المبلغ هسه وخلي اي احد يروح للسياره ويجيبه، ويعني كان معصب عليه. فبالنهايه الزوج طلق مرته ورا 15 دقيقه من زواجهم. فكانت هاي اسرع حاله طلاق يعني يشهدها العالم، لانه طبعا الاب استفزه يعني ظل يقول له انه ادفع لي 50 اللخ.
شنو رايكم بهذا انا يعني ايش ممكن هو الموضوع سهل احنا اكثر مصدومين بس هي اسرع حاله طلاق في العالم اسرع حاله طلاق لانه ما كملوا 15 دقيقه يعني ورا التوقيع راسا راح الاب قال له راسا هسه تجيب لي ال 50 لا بس انت ما رحتيش مصر ما رحتش في حالات طلاق بتحصل بعد 5 دقائق لا هوب هوب على طول ما اعرف هم صنفوها انه اسرع حاله طلاق لانه ما مر يعني 15 دقيقه على الموضوع وانه الزوج عصب من ابو مرته الشيء الاخر اللي قريته عن الصحه انه شرب المي وانت واقف جدا مضر بالكبد اي لانه حيسوي صعوبه بالهضم واكو بارت بين المعده والجهاز المرئي انه هو ده يتاثر اذا انت ده تشرب مي وانت واقف او ده تمشي صح. وطبعا اكو هواية ناس ما يقدرون يمشون هم ده يشربون مي يعني لازم يوقفون بس الاطباء ينصحون انه الواحد يكون قاعد بمكانه ويشرب حتى الاعضاء تكون مسترخيه صح والمي حتى المشي او الوقفه غلط اي تكون غلط او يعني مضر افضل انك تشرب مي قاعد بس هي دي انا تقريبا عدى علي الخبر ده وكان لكبار السن ولا كان للعامة للعامة هو مضر بشكل عام لجسم الانسان الخبر الاخير هو قريب على خبر البنيه وزوجها انه واحده متزوجه طبيعي بعدهم ما اتطلقوا اكو مشاكل بيناتهم انه هي دائما على التليفون او هي ما تهتم بزوجها ومن هذا الحكي فراح راح زوجها ده يشكي لابوها ده يقول له انه بنتك ما ده تهتم بي ودائما مشغوله ودائما على تليفونها فابوها حتى يعاقبها جاب زوجه جديده لزوج بنته زوجها واحده ثانيه اي ابو البنيه احنا هنصفصف يعني. احنا هنصفصف اخبارك لا تعليق احنا اليوم يعني الحالات اللي عم تحكي بيها كل شيء يعني هي اخبار صح غريبه يعني جدا بالنسبه لي بس يعني شلون اب انه على بنته ده يجيبها واضح انه يحب بنته مره يعزها هو المكتوب يعني انه هو كنوع من من انواع العقاب انه هو ده يعاقب بنته فجاب زوجه جديده لزوجها هي عامه اخبار غريبه الصراحه النهارده يعني قد ايه بيكون مبسوط هالزوج بهال قد ايه البنت انصدمت من ابوها قد ايه الزوج بيكون مبسوط وعايش حياته طيب نتكلم عن اول واحد الطلاق ولا نتكلم عن الخبر الاولاني كان مال بالصين التكنولوجيا يعني اللي برضه نفس القصه هاي صراحه حتدمر الطلاب بالوطن العربي لان احنا دائما سرحانين ودائما ما نشوف ما نسوي شيء فاذا يعني حتى طلعوا لي جهاز انه يعرف اني شنو احس ف بس هي ما بقى اي خصوصيه بالموضوع ما في اي خصوصيه بس هي في الوجه الثاني احس انها بتكون مفيده هي يعني طبعا مفيده بس مفيده انه المدرس يعرف اذا الطالب اللي قدامه مركز متفاعل معه ولا لا ممكن يكون عنده مشكلة ما قالها لأحد فبالتالي يأثر على دراسته بالعكس أنا أشوف بس طبعاً أنا دائما تمر علي لحظات أنه يكون الدكتور ده يشرح شيء وأني يعني ده أباوع عليه بس ما مركزة أنا بعالم ثاني فأنه إذا هو عنده جهاز وبعد شوية يعرف أنا شنو ده أفكر خلص راحت علينا طب نتجرأ أكتر ونتكلم عن الطلاق والقصص بتاع ترتيبات الجواز وإزاي أنا بحب هاي القصص جبتك ها هي الفكرة كلها هل تفتكروا الاتفاقات والحاجات دي بتعرق عملية الجواز ولا بتخليها أحسن زي ما بيقولوا كده الأول شرط آخر نور القصص اللي هي بحكم عادتنا واللي بيحصل في حياتنا بكلم يعني خصوصا في الوطن العربي انه الجواز لما تلاقي اتفاقات كتير انه لا المهر كذا والشبكه كذا والشقه تبقى كذا والعفش عليك والسجاد عليها والقصص كلها لاحظت انه في شغلات كتير غريبه يعني انا بعرف انه المهر بينعطى للبنت ما بعرف كيف الاهالي او ممكن الاهالي يتدخلوا بهذا الشيء بس انا بقول انه هذا الطلاق كان شيء منه من نضج يعني كان ممكن يتعامل مع الاب او مع هو يعني من البدايه اكيد اكو توتر بالموضوع بده يكون في توتر بس انه يطلق فرد مره مرته طب انه هي شو ذنبها الا اذا هي شدت مع ابوها نحن يعني الا اذا هي شدت مع ابوها وبدها تعرف انه لا بلا يعني بجوز عم بيقيسوا اذا هذا الشيء هو بخيل ولا ما هو بخيل مثلا بس لا هم يعني بكتابة الخبر كتبوا إنه هو حس بالإهانة إنه الأب مستعجل بس يريد الفلوس ف أي حس بالإهانة فقال إنه مش حسوي بهاي العائلة ممكن كان يدير الموضوع بطريقة أخرى أنا كل رجل بينضجه بالنهاية وبمواقفه أنا متأكدة 100% بس أصلاً هذا الموضوع تاني. يعني حسب العادات والتقاليد يعني كل دولة أحسها تعتمد على شيء مختلف إنه شنو هم يعرفون عن هذا الموضوع بس طبعا الاشياء الماديه مرات تخرب علاقات يعني مبنيه على حب واحترام وتفاهم
بس بالنهاية إذا هما الاثنين الزوجين اتفقوا على شيء أعتقد الأهل مو لازم يتدخلون بالموضوع. ما هو في طلاقات كثيرة تصير بسبب الأهل وتدخل الأهل في الزوجين يعني سبب هذه الأشياء تصير حتى قبل يعني من بداية الأمور يعني يكون الرجال وزوجته مثلاً متفقين أو وخطيبته متفقين على أشياء معينة بس يتدخل الأهل الأب يقول لا أنا أبغى الشيء الفلاني الأم لا ترضين بهذا الشيء حتى لو كانت هي راضية. فأعتقد أنه هو في أسباب كثيرة منها الأهل في الطلاق يعني. وغير كده أنا بقرأ شوية برضو عن أسباب طلاقات غريبة سوشيال ميديا ليها ساعة الناس اللي فتحت الواتساب ولا مش عارف فتح الانستغرام أي عم تلاقي بضل على تليفونه الأب جارة كانت بالعقاب يعني بشكل كمان يعني كمان هذا يعني شكله الأب كثير كبير بالنسبة. مرة سمعت قصة همين غريبة أنه اثنين متزوجين فهي دا تشتكي أنه زوجها بخيل فانه مره طلعوا دا يلفلفون بالسياره فهي قالت له انه انا اريد شاورما فهو قال هو رفض انه ما يريد يجيب لها شاورما قال لها احنا طالعين بس نشتري عصير فهي عصبت وطلبت منه الطلاق او خلعتها هيك شيء شاورما انا شاورما لو بس اكيد هذا ما يكون السبب الرئيسي طبعا اكيد في اسباب هي مسكت هذا الشيء عذر شايله بقلبها الين ما وصلت لين الشاورما وقالت خلاص بطلع اذا الشاورما لا خلص هي الإزازة ملت خلاص فوصلت هذا هو في تراكمات لكن بتلاقي تاني يوم الخبر مكتوب مثلا في الجرايد طلاق بسبب الشاورما ايوه خلوا الناس يشوفوها قصه غريبه دي قصص غريبه كتير جدا حكيتها لنا النهارده خصوصا بقصص الطلاق وكمان القصه اللي كانت بعديها كانت بخصوص ال المايه لا قبل المايه كان في قصه هم الاثنين واحد مدرسة. الاب خلى زوج بنته يتزوج عليها اوكي والثانيه ايوه هي دي اللي اقصد عليها فهي قصص غريبة جدا جدا واحنا لسه مكملين فقراتنا وعندنا مواضيع مختلفة وزي ما قلت لكم سؤال الحلقة النهاردة هو اذا كنت انت خلصت دراستك سواء عايش في السعودية الامارات مصر تونس الجزائر لبنان الاردن فين تحب تدرس بعديها اسف تحب تشتغل في نفس البلد اللي انت اتخرجت منها ولا تحب انك تسافر تشتغل في بلد تانية تقدروا تكلمونا على الارقام الموجودة عندكم على الشاشة واحنا نطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني فيلا بينا بعد ما كنا بنتكلم عن الطلاق والحاجات الغريبه اللي كانت بتحكيها لنا النهارده شهناز والخناقات جينا مع اخبار الترندنج الترندنج النهارده ان عنبه وصلت لا حول ولا قوه تذاكر كاس العالم الحمد لله ويعني انا بحب يعني انت هتحسد نفسك فرحان دي انا ما بخافش من الفرحه ما بتخافش من الحسد بفرح بخاف من الحسد طبعا بس انا لا اهم شيء انا المثل قلته وخلصت بس قبل الهوا فدلوقتي مع فقرة الترندنج بقى والأخبار اللي بتبقى على السوشيال ميديا والناس كلها متابعها وتشوف المشاهير حكتنا على الفيد تبعنا على الانستغرام من أول ما نصحى للنام طب تفضلي حضرتك شو طيب أول خبر اللي انهلكنا فيه الحمد لله على السوشيال ميديا هو خبر مفاجأة نادين نجيم مع اثنين من صديقاتها على السوشيال ميديا لأنه صار لهم 10 سنين بيعرفوا بعض فخلينا بليز نشوف الفيديو إنه إيه أنا مش فاهم فين الفكرة بس أنا أشوف الفيديو أفهم الفكرة أنا صداقة أنا فيرسري صداقة طيب 10 سنين حلو جميل مش جميل لا الفيديو بس يطلع ليه حاسة عم تعمل فيه ضرب مش عارفك أنا ما بتحمل غشي مضغوطة بالشغل سيربرايز طب يردموا كده طب ينفع كده لا 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 اوكي قلتوا لي انت كاجوال سوق انتبه شوي هون الطريق ضيقه ما تعطى لها ملايكه 360 ديجري كاميرات شفتي حتى من قدام من ورا عن جنب من فوق من تحت من كل الجهات يا لهوي كثير حلوه لا تعال نجيب الاغراض نسينا نجيب مي يا ناطو لا حبيبتي عيب عيب to our 10 years friendship. جيب لك بس لحظة لا 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 عن جد
جد انكم فاجأتوني بشكل. قالوا لي ليه بتحبيهم؟ قلت لهم انا بعرف ليش بحبهم، انا بعرف السبب بس وما في سبب. Unconditional love. هذا اللي صار بتتعود من الخبر. بس المشكله انه الخبر عبانا على السوشيال ميديا فقلنا بنحكي فيه بما انه تريندينج. هلا انا اللي بصراحه ما فهمته، هل هو احتفال بصداقه لمده 10 سنين ولا كان عيد ميلادها من فتره وحبوا يعملوا لها سيربريز؟ بس ما فهمت الفكره. طيب خلينا نقول اللي بيحتفل بحاجه دي حاجه جميله، بس انت حاسه ان في اوفر يعني انه في بشكل كبير؟ يعني شنو اللي ما عجبتك بالفيديو؟ كل شيء اوفر، كل شيء ها؟ كل شيء اوكي شيء اوفر. انا مو ما عجبني بس انه الفكره، لا بلا ما عجبني بس بس على فكره بمناسبه السربريز انا عيد ميلادي بشهر 7. مبروك، اتمنى انكم تحضروا لي نفس السربريز. تذاكر كاس العالم مهمه جدا. يعني اذا عامل لي مفاجاه مثلا لو كاس عام الشهر 7 تستقبل هدايا 15/6 حضرتك هيخلص. لا هو يفضل لحد شهر 7 بس يعني اتوقع منكم سربرايز هيك كمان خير ان شاء الله. طب عندك ترندنج تاني غير الفيديو اللذيذ اللي اتفرجنا عليه ده؟ الترندز اللي شفتها في فيديو شفته لشيرين عبد الوهاب محتفلة برمضان كمان عبال فيه تبعي، بس بصراحة حسيته كتير حلو ولذيذ. هي وعم بتقطف خضرة من الحديقة، وهي يعني طالعة بشكل كتير ناتشرال بالبيجاما مصورة برا الحديقة أو الزرع برا، وأنه هي إنه هي قطفت كل شيء أورغانيك. بصراحة أنا برأيي هذا شيء كتير لذيذ لما الفنان بيطلع على طبيعته بيشارك طبيعته على الهواء، وفي هيك نوع من الفريشنس بوجهه إذا بتحسه. هي طالعة من غير ميك اب وطبيعية، طالعة من غير شيء وطالعة يعني طبيعية. أنا عن نفسي من محبينا، أنا أحبها، أنا أحبها صراحة. طب لو هي اللي كانت عاملة فيديو العربية ومعها أصحابها بتحتفل كنت هتحبي؟ ما كنت هتحسي اوفر؟ انا ما حسيتها اوفر، حسيت فكره حلوه انه صديقاتها من 10 سنين وما سووا شيء كبير يعني شيء على البحر. لا مو شيء كبير بس بسيط. الفكره انه انا بالنسبه لي عادي الفيديو يعني ما ضايقني ولا قلت واو عنه. بس هو كان منتشر على السوشيال ميديا، هل الناس تفاعلت عليه بشكل كبير؟ قصدي منتشر بشكل كتير، وانت مش فاهمه اي سبب سبب الانتشار تبعه. انه حلو اكيد، شيء كتير ظريف وكتير حسيته ما بعرف بدي اشرحه صراحه، حسيته ما انه كثير يعني هيك لبرا لحتى العالم تعمله لبرا. لكن فيديو شيرين حاسه انه طبيعي. على فكره انتم بتقولوا الشمس، انتم بتقولوا الشها، والشمس ليها فعل السحر دايما في الصور. يعني لو فعلا نصيحه لاي حد بيتصور او عايز ياخد صور حلوه، يا سلام كمان لو انت واقف ورا ازاز، الازاز بيدي فلتر تاخد صوره خطيره من غير ما تحط ميك اب ولا لايتنج ولا اي حاجه. فتقريبا هي بتصور الفيديو دلوقتي قاعده بتقطع الطماطم. بس طبعا عندنا هنا في دولنا ضرب، اذا تبغى تصور في الشمس بتجيك ضربه شمس على طول. انا بقول لك ورا الازاز بعد بيوقف في التكييف ومظبطها عشان يعني. بس الجو لسه لطيف الايام دي، لطيف الظهر الساعه 12 لطيف، قصدي الساعه 12 يعني. ايه اكتر وقت الشمس فيه؟ عندك اخبار ثانيه؟ طبعا عندي لسه خبرين جاي، طول بالك. بس الخبر اللي جاي بحب مها تشاركني فيه، خبر اليسا. هذا لان من زمان يعني، هو كان من اسبوع شيء صار للخبر وصار ترندنج يعني ولا لا؟ هو لا يعني صار كل الناس تتداول، خصوصا انه اليسا من الشخصيات المعروفه دائما انه هي ما تحب على معجبينها، يعني ما تحب انه تصور مع معجبين او تضايق او كذا، يعني دائما عندها هذه النظره انه يقولون عنها كثير مغروره واشياء زي كذا. ففي مهرجان كان الاسبوع اللي فات لما صورت تجاهلوها كل المصورين. أوكي. كان هذا يعني هذه اللقطه كانت هي الاكثر انتشارا جداً جداً وكانت مره محرجه لها. أوكي. وطبعا الناس يعني ما صوروها، ما حد صورها، ما حد ولا اي احد صورها يعني. وهي هذا اللي عم بضحك عليه بصراحه، اللي اكثر من اسبوع عن جد عم بضحك على نفس المقطع يعني. حرام مسكينه عن جد، وواقفه وماخذه البوز وكل شيء، وانه هي سوت مشكله يعني عفوا. هي ما سوت مشكله، بس اي ثينك ما حد عبرها هناك او يعني ما حد عرفها. واضح انه عن جد ما في اي نوع من التعبير تجاهها،
مع انه فستانها كان كثير حلو من طلتها كانت حلوه تصميم مع انه هم معروفين ان المصورين هناك يصورون اي احد لا طبعا لا يعني مو لازم يعرف الشخصيه اكو انفلونسرز يروحون للمهرجانات وكلهم يصورون بالذات هي ما اعرف يمكن يعني في معرض او كان معظمه مثلا لا ال ما ليش اتصورت طيب اكو احد صورها دي صوره من الموبايل فصاروا الناس يقارنون شفت لها مقطع حاطين ان هي لما كانت تتكلم مع احد الصحفيين فكانت انه تقول ما راح سؤال واحد راح تسالني واحد بس انتشر المقطع ده جدا كانت كلمة بطريقه يعني شوي فيها غرور فحطوا هذا المقطع وهذا انه شوفوا كيف صار معاها يعني تفتكري هي دي كانت كارما يعني ولا ممكن ممكن لعنة كرم طيب في تاني ترندنج عند حضرتك لاحظت كمان مبارح من التصفح اللي تصفحته على السوشيال ميديا أنا في إنساني أنا كتير بحبها وشهناز كمان كتير بتحبها أيقونة الجمال والعالم الميك اب والبيوتي ومساندة الجميع مين هدى هي؟ هدى قطان هدى بيوتي شوقتيني قطان هدى شخصية جدا متواضعة هدى غيرت مفهوم جميع الناس تجاه الميك اب تجاه الطلة العربية او تجاه الطلة بشكل عام هدى بيوتي وصلت لمناصب انترناشنال وتعتبر من انجح النساء او السيدات سيدات الاعمال اللي على نطاق العالم مو بس بالعالم العربي انا حابه احكي عن قد ايه هدى بيوتي انسانه متواضعه انا كنت عم بتصفح على السناب شات وفجاه بيطلع لي فيديو هي مع احد الفانز تبعها شافتهم بالمول فهي عارفه انه هاي البنت انه مبهوره وما انا عارفانه كيف بدها تتصرف فعرفانه انه هاي البنت از وان اوف هير فانز فهي راحت لعندها وصورتها من السناب تبعها الخاص بطريقه كثير 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 عفويه وقالت لها شفتك طالعه من الاسكليتر فقلت انه لنتصور وهي البنت يعني من صدمتها عم تقول يا الله انا ما مصدق هدى بيوتي انسانه يعني عن جد ايقونه وعندها ملايين الملايين وكل العالم بتعرفها وكل العالم بتحب تشتري منتجاتها بحسها صادقه على السوشيال ميديا وانسانه طبيعيه على ذاتها بتساعد الكل بتساند الكل حتى بتساعد الناشئين الصغار اللي عم يطلعوا هلأ بالعالم العربي أنا عن نفسي من محبينها ومن محبين تواضعها أنا تواضع. من محبينها صراحة مرة أحب هذه الإنسانة يعني سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العملي يعني الميك اب حقها اللي موجود الحين في كل محلات الميك اب حتى برا يعني هي ما شاء الله إنسانة بنت نفسها بنفسها وتطورت وأنا يعني أحب أشوف أشياء زي كذا عربية يعني وصلت إلى ماركت ميك اب وكل هذه الأشياء فصراحة أني على صعيدي أني شخصي كنت من البنات اللي ساعدتني أن أوصل للشيء اللي أنا أريده أو الحلم اللي أنا أريده لأن أنا بديت همين على السوشيال ميديا كميك اب والمكياج والأشياء اللي البنات يسووها فهدى قطان كانت وما زالت من تشوف بنات بعدهم صغار دي يبدون بهذا الشغل دائما تاخذ صورهم تحطهم على الصفحه مالتها تشجعهم تجيب لهم ناس انه حتى يعرفوهم أيوة. اكثر فكلش حلو هذا الشيء بها انه هي تساعد يعني انت من تفتح حسابها على انستغرام او اي مكان بالعالم ما تلاقي صورها اكثر شيء تلاقي صور بنات اكثر فاكو هواي ناس حتى ما يعرفون ان هي شنو شكلها من يتابعوها لانه دا تحط صور اكثر من بنيه طبعا مثل ما قالت مها انه الحلو بها انه شلون هي بدت هذا البراند مالتها اشتغلت عليها وكبرتها وصارت كلش معروفه يعني عالميا والحلو بالموضوع انه اسمها عربي فاسم البراند هدى بيوتي يعني. فكلهم عرفوه طبعا عراقيه ف يعني انا بقى قاعد كلام الميك اب الكتير ده فانا هنطلع بريك ونرجع لكم فبدون كلام استنونا بعد شويه هيكون معانا فقره المسابقه بقى وهي اللي انا بكون متحمس لها اكتر يلا بينا بريك ونرجع تاني ايه رجعنا لكم تاني مشاهدينا وزي ما بنفكركم دايما انه في سؤال للحلقه وتقدروا تتواصلوا معنا عبر الارقام اللي هتكون موجوده قدامكم على الشاشه والسؤال هو بيقول بعد ما بتخلص دراستك
بتحب ان انت تشتغل في نفس البلد اللي انت درست فيها ولا بتحب تسافر اكتر؟ طبعا ده بخصوص ان احنا في فتره امتحانات وكده، بس دلوقتي يعني بتدي فقرتنا وهي بدون كلام بنلعب معاكم في رمضان وسهرات رمضان، ورمضان بيحب المسابقات والجو ده، واحنا امبارح كسبناهم الحمد لله، احنا امس كسبنا الحمد لله. اوكي كذب كذب كذبنا كذب. احنا اليوم انا وشهناز فريق وانتي وريم فريق، وانا همثل لها فيلم وبعد كده انتي مين اللي فيكم هيمثل التاني؟ انا همثل. انتي هتمثل لها هي. اوكي دايما بيخلي بالك عشان هما بيتكلموا. ماشي هبتدي انا. فيلم فيلم. اوكي كلمتين، اول كلمة ركض، اكشن، خوف، شرطة، سرعة. لازم نخرب عليهم عرفتي. رايح لا انت دا تركض كارديو ريجيم. ثاني كلمة ايه ده؟ لعبة استغماية دي، لعبة استغماية. ثاني كلمة مفاجأة. رحلة الأولى. لا أحاول أفكر بالكلمة مع المفاجأة. تدور على شيء. تدور. خايف. مرعوب. جبان. خوف مفاجئ. ماذا أحضر أي شيء غير الركض؟ باب. ركضت، طلعت، وصلت. متاهة. مفاجأة. مفاجأة متاهة. مش مفاجأة خوش؟ سكوتين. ثاني كلمة مفاجأة. أول كلمة. خلاص خلص الوقت على فكرة، يعني خلص. خلص الوقت. ما يصير كذا. خلص الوقت. خلص الوقت. طيب المخرج ولا خلص الوقت. حسن. هروب مفاجئ. ما عارفة. مش مهم تعرفيه بس مش قادرة تفهمي هروب. هروب مفاجئ. دوري. طيب خسرنا النهاردة، اتفضلوا انتوا الفريق التاني. اوكي. ليش حاسة بالذنب؟ ليش هيك؟ اوكي. فيلم. كلمة واحدة؟ اوكي. بوكس. مجوهرات. بوكس ذهب داخل البوكس. كنز. والله قوي قوي. انا حاسس ان انت قلت لها بوكس. والله العظيم ما قالت. انا كنت لسه جاي دلوقتي اهو. والله العظيم ما خطر على انه بوكس وقالت زي كذا يعني ايش مجوهرات يعني كيف كنز يعني. والله مقتنعة. والله العظيم. احتفظنا عليكم خلاص. كده واحد واحد من امبارح يعني. ايوه وانتهى بسهولة اصلا. بس سهل كنز بس مع ان هروب مفاجئ دي كنت حاسس انها سهلة يعني، اعتقد المشاهدين كلهم كانوا عارفين هروب عاملين يقولوا هروب وانت مفيش. بدون كلام. خلي روحكم تكون رياضية شوي. واحد واحد نتيجة. بدون كلام النهاردة كانت. حتى أكيد. بس هذا الفيلم مصري. هروب مفاجئ. اللي عاجبني إن أدائنا التمثيلي ابتدى يتطور يوم ورا يوم، يعني ابتدينا نعرف نمثل الأفلام، وده لأن في أول يوم ما كناش عارفين نمثل. يعني من المواهب. مكملين دايما بحلقاتنا وهتكون دايما معانا بدون كلام. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على السوشيال ميديا اسامي افلام وتلعبوا معانا وتتشاركوا معانا في البرنامج عن طريق الان تي في، هتلاقوها على الفيسبوك انستغرام وتويتر ويوتيوب، كل السوشيال ميديا هتلاقوا الان. كمان تقدروا تشاركوا معانا في التليفون، ممكن تلعبوا معانا. انا نفسي قوي مستمع يكلمنا ويلعب معانا على الهواء، يكون شايفنا على التلفزيون ومثل له الفيلم لو قدر يعرف بالظبط هيبقى ممتاز. كمان اتكلمنا على التكنولوجي واتكلمنا على الصحه النهارده واتكلمنا على الترندنج، كانت اخبار كتير جايباها ريم عن الفنانين والفنانه شيرين واليسا، وكمان كان اسمها ايه اللي راكبه العربيه؟ نادين الجيم. نادين الجيم هي ايه اخر عملها؟ طريق اللي دلوقتي موجود. مين متابع مسلسلات برضو وكده هنبقى نتكلم في الموضوع ده اكتر بعد شويه، بس عايزين نتكلم دلوقتي عن بدون كلام.
وبعدين هنتكلم عن السكتش، وبعدين تستنونا بكره في نفس الميعاد. بس انا حابب افكركم. اوكي معنا اتصال. حلو. اوكي الو. الو ايوه. مين معانا؟ معاك سمية من ليبيا. ازيك سمية؟ منين؟ من ليبيا. من ليبيا. ازيك يا سمية عاملة ايه؟ الحمد لله. انا بشارك في البرنامج وانا متابعه البرنامج. تحبي تلعبي معانا بدون كلام؟ عندك فيلم؟ في موضوع الحلقة، سؤال السؤال. تحبي ايه بقى؟ بتحبي تدرسي في نفس البلد اللي انت عايشة فيها، ولا تحبي اكتر ان انت تكوني هتسافري بعد ما تخلصي دراستك تجربي شغل في بلد تاني؟ انت درستي ايه او بتدرسي ايه دلوقتي ولا خلصتي؟ انا تخصص في الكيمياء. في الكيمياء. حلو. انت المفروض شويه صعب. ده ايه البلاد اللي نفسك تروحي فيها يكون فيها معامل كويسه او شركات ليها علاقه بالكيمياء او منتجات ليها علاقه بالكيمياء او مهتمين بالكيمياء؟ اكثر شيء يعني هون تقريبا متوفر، وكمان في كندا سمعت انه كثير حسب الريسيرش انه في كثير اماكن في كندا في يعني فرص عمل في هذا المجال. نتمنى لك التوفيق ونشكرك اكيد على متابعتنا سمية. مظبوط. حابه اشكركم على البرنامج. شكرا لك. البرنامج كثير حلو، وحابه اسلم على ريم ومها وشهنان. شكرا. شكرا. سمية. باي باي. رمضان كريم. طيب تقدروا تشاركونا زي سمية وتكلمونا على الارقام اللي بتكون ظاهره على الشاشه قدامكم، وتتكلموا معانا في موضوع، لانه احنا دلوقتي شايفين انه فتره امتحانات طلبه كتير بتبقى عماله تفكر ومش عارفه تقرر مستقبلها ازاي. بس تعالوا نطلع بريك ونرجع بقى نكمل. لسه عندنا السكتش ولسه عندنا فقرات كتير استنونا. رجعنا لكم مشاهدينا، وما زالت الفرحة موجودة في أرجاء الاستوديو بسبب الكاميرا. الكاميرا الكاميرا لا ايه ده؟ مش هي الوحيدة اللي ولا سعيدة ولا 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 زعلانة، هي مديها فيس كده. أنا مش عارفة إيه كأس العالم ده. هذا فيس اللاتة. لا مش عارفة كأس العالم أصلاً. كوكر فيس. طب عارفة مين مشارك في كأس العالم؟ مين؟ مصر. برافو. السعودية. والباقي الأجانب ألمانيا. لا ليه في المغرب وتونس؟ ما اعرف الباقي. بس يعني مهتمه بمصر. هي قبل البرنامج كانت بتقولي انا مش فاهمه ليه الناس بتحب الكوره يعني، يعني هي عندها اصلا. لا ما قالت هاي الجمله. امال قلت ايه؟ قالت يعني الموضوع تشيلينج، ماكو داعي تشيلينج. ده في معارك تشيلينج على ليش لا؟ طبعا كل يوم بيكون معانا سكتش بنتفرج عليه وبنبتدي نحلله مع بعض، وانتوا كمان كمشاهدين بتتفرجوا عليه وتقولوا لنا ايه رايكم فيه. بيبقى فيه مقطع اولاني بنتفرج عليه وبعديه بنبتدي نحكم، بس بنحاول نكون بنفترض حسن النيه مش سوء النيه، بس هو بيبقى مودينا شويه على سوء النيه. تعالوا نتفرج على السكتش ونرجع نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، ومقسم الى جزئين فنتفرج عليه ونرجع نكمل موعدنا. شباب يلا. بجهز الاوضه بقى. عشان قريبك اللي جاي ده اسمه شعبان. انا نفسي افهم يا اخي هو الراجل ده جاي ليه؟ انت ازاي ما سالتوش يعني؟ يا نوره هساله ازاي؟ انا اتكسفت يا ستي، هكلم واحد بيقول لي انا جاي لك ومش عارف اقول له انت جاي تهبب ايه. يعني ايه اتكسفت؟ هي دي كرخانه مفتوحه سبيل كده اي حد داخل طالع عادي يعني؟ مش تساله ايه حبيبي جايبتك يعمل ايه وهيقعد قد ايه وجاي منين وجاي ليه اصلا؟ ما ينفعش يا نوره، ما ينفعش. انا بتحرج ان انا اساله في الكلام ده. واحد بيقول لي انا جاي لك اقعد معاك اقول له لا ما تجيش، انت هتيجي ليه؟ وبعدين انت عايزه تعرفي حاجه يا ستي؟ ما تحاوليش ان انت تعرفيها، ما تهتميش اصلا. اللي عايز يقول حاجه يقولها. انا اهتم ليه وانا مالي؟ اهتمش ولا حاجه. الحمد لله على السلامه يا شعبان. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. استنى عايز اقول لك على حاجه فكرتني. ايه؟ معلش. لا ولا يهمك اخويا ولا يهمك، خد راحتك.
خد راحتك. دي حاجه بسيطه عشان المدام. يا عم انت تعب نفسك. مش همشي منك والله، يعني مش عارفه اودي جمايلك دي فين. تعب نفسك ليه بس؟ تعب نفسك ليه؟ اتفضل اتفضل اخويا اتفضل. تسلم ايديك. تسلم تسلم تسلم. منورنا والله. شعبان اصلا كان مع ابوه في الخليج بقاله فتره كبيره ولسه يعني لسه راجع. الله يرحمه، عاش ومات هناك. الف رحمه ونور عليه. ياه. بس انت بقى بتعمل ايه؟ انت راجع شغل ولا راجع زياره؟ والله لحد دلوقتي زياره، بس مش عارف، احتمال استقر، احتمال ارجع تاني، مش عارف. ترجع تاني؟ بقى حد يسيب العيشه هناك ويجي يعيش هنا؟ بس انت ما تسيب الراجل براحته، يمكن في حاجه في دماغه راجع يعملها. الله. سيبك مني انا، قول لي انت اخبارك ايه؟ اه الحمد لله، زي ما انت شايف متجوز. طيب يعني بتشتغل ايه؟ بتعمل ايه؟ بشتغل في محل موبايلات. اداب فلسفه؟ وبتشتغل في محل موبايلات؟ اقول لك ايه يا عم شعبان، الفلسفه ملهاش دعوه باللي احنا فيه اصلا، وملهاش علاقه في البلد، ملهاش مكان. طيب بص، انت لازم تفكر في مستقبلك بشكل مختلف. ولا انت مش معايا في اللي بقوله ده يا مدام؟ بلاكس، انا معاك في كلامك جدا، بس يا ريت بس بلاش كلمه مدام دي، قولي يا نور على طول، او قولي يا ام حسن. خلاص نمشي يا ام حسن. ربنا يرزقكم ام حسن قريب ان شاء الله. مين يا رب؟ ما تقول امين. امين امين يا رب، يعني يرزقنا بحسن ويرزقنا باكتر من حسن ان شاء الله. امين. اللي اقول لي بقى يعني افكر في مستقبلي ازاي، يعني اعمل ايه؟ يعني مشروع صغير، او تسافر سنتين ثلاثه تعمل لك قرشين وترجع. والله الكلام اللي انت بتقوله ده عيني العقل. انت عايزاني اسافر يا نورا؟ اتغرب عنك سنتين ثلاثه واقعد هناك ما تشوفنيش؟ بصراحه حته السفر دي لا، ما اقدرش اخليها اي بعد عني. بتحبني؟ بس لازم تسافر تشتغل. بس المشروع ده بيبقى لازم محتاج راس مال يا اخويا كبير. ما تشغلش دماغك، يعني راس المال ده اخر حاجه تفكر فيها. وبعدين انا بفكر في حاجه هنا لو عملتها ممكن اشاركك فيها. انا زعلان منك يا فايز. ليه يا صاحبي مالك في ايه؟ حد ضايقك؟ ازاي تبقى عايز فلوس وما تقوليش؟ فلوس؟ انا مش عايز فلوس. وبعدين انت مين اللي قال لك على الكلام ده؟ شت بهدوء. صاحب البيت عدى عليك ومراتك كانت نايمه، انا قمت فتحت له. الراجل اول ما شفته قال لي انك انت عليك فلوس كتير متاخره. افرد وشك بقى، انا دفعتهم ما تمثلش. انا هدافع يا عم، انا مش هدافع يا عم خالص. عايز نعمل ايه طيب؟ يعني اسرق طيب ولا اعمل ايه؟ تسرق ايه بس ونيله ايه؟ بص اي حاجه هتعدي وربنا هيكرمك، انا متاكد من ده ان شاء الله كلها هتعدي. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ فاكر المشروع اللي قلت لك عليه بتاع اللي كنت نازل اعمله؟ ايوه ايوه اللي انت قلت لي عايزين نعمل مشروع. هو انا سحبت الفلوس دي كلها من البنك. حلو. والمفروض بكره اروح اتفق على المشروع. حلو. بس للاسف مش هينفع يبقى معايا شركاء. ولا يهمك يا صاحبي، وبعدين انا ما كانش في دماغي الموضوع ده، ما انت عارف ان انا مش بتاع مشاريع يعني. معلش يعني انا هحاول اعوضها لك في حاجه تانية، بس انت لو احتجت اي حاجه في اي وقت انا جنبك. يا عم سيبها لله، كله هيعدي. اخر دفعه؟ اه. يعني هو معاه فلوس دلوقتي في الاوضه؟ اه فلوس باقي المشروع. وهو عارف ان انت محتاجه ومع ذلك ما سلفكش؟ انا ما طلبتش منه ان هو يسلفني. بس هو عارف ومتاكد ان احنا مش لاقيين ناكل، وعارف ان انت مش معاك فلوس، ومع ذلك ما ادكش حاجه. انت عايزه توصلي لايه من اللي انت عماله تعمليه ده؟ فرصه وربنا بعتها لها، نرفضها؟ لا ما نرفضهاش. ازاي ربنا بعتها لنا؟ بقول لك ايه، ما تجيبيش سيره ربنا. ها طول ما انت بتفكري زي الشياطين. اوعى يا فايز، يعني الراجل ده لو خدنا منه شنطه الفلوس مش هيجرى حاجه. انت مجنونه؟ ابقى مجنونه لو ما عملتش كده. انت عارف التحاليل فيها ايه، وعارف ان العمليه بتاعتي صعبه، ده غير الايجار والاقساط وغير وغير وغير. بس مش عايز اسمع صوتك خالص، انت بتودينا في داهيه. انا مش عايزه اعلي صوتي عشان الراجل ممكن يصحى دلوقتي. ركز يا حبيبي في ان احنا مش لاقيين ناكل. ركز فيا انا. يرضيك حبيبتك يعني تموت في العمليات؟ لا يا ستي ما يرضينيش، بس الراجل استعملنا على نفسه واحنا كده بنخونه. خيانه ايه بس؟ خيانه ايه وزفت ايه؟ هحلها لك. بص يا سيدي، كانه تمن العيشه والاكل والشرب وكل حاجه هنا. طيب سيبيني افكر بقى. تفكر في ايه؟ مفيش وقت، الفجر هيأذن، الراجل زمانه هيصحى. قوم يا حبيبي، قوم ربنا يهديك. ماشي يا ستي. شكرا. ده
رجعنا لكم تاني بعد السكتش السريع اللي شفناه دلوقتي على الشاشه. يعني كل واحد فينا هيحط مكانه او هيحط نفسه مكانه. ما شاء الله مراته مشجعاه. انت شايفه الموقف ايه؟ تعيس جدا يعني. ليش هيك بدها اياه تروح يسرق؟ انت لو مكانها هتعملي ايه؟ ليكي كده استريح. لو مكانه هو لو مكانه او مكانه خلص الرزق من عند الله، رزق من رب العالمين. ليش لكلف حالي لروح اسرق؟ خلص رزق من عند رب العالمين. توافقي هالرأي؟ انا اوافقها طبعا. اكد على رأيي بالضبط. يعني انه لا خصوصا هو صديقة بالضبط انه قاعد توزع على شيء غلط، وانه هو يسرق، وهو المشكلة انه هو قاعد يفكر يعني انه اسويها ما اسويها. انتوا تتوقع انه هياخد الفلوس ولا لا؟ لا لا، لانه مبين العلاقة بينهم انه من قبل، لانه هو كان ده يحكي على موضوع المشروع بينهم. بعدين انه صار عنده فلوس، فهسه ممكن يعني ده يفكر انه ينتقم انه هو ما حيصير شريكة بالمشروع. بس لا، كصداقة ممكن تخليه يحس. طبعا احنا الجزء الثاني جاهز معنا؟ جاهز. طيب خلاص هنشوف الجزء الثاني، نشوف هياخد الفلوس ولا لا، او ايه اللي هيحصل، وبعدين نرجع نحلل بقى اكتر الموقف كله. فيلا بينا. لا والله يا اختي انا تمام بخير، ما تشيليش همي، انا زي الفل. فايز ونورا مخليني مش محتاج اي حاجه، شايلني من على الارض شيل. انا محرج منهم اقسم بالله، مش عارف اعمل معاهم ايه. عايز اقول لهم شكرا، بس عايز اعمل معاهم حاجه كبيره. طيب ماشي. هطلب منك طلب بالله عليك، وانت بتصلي ادعي لهم، ادعي لفايز ونورا وقولي يا رب كده يرزقهم بالذريه الصالحه. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. لا انا زي الفل، طمنين عليك انت بس يا بكره التليفون. ماشي. لا اله الا الله. مع السلامه. مع السلامه. طيب احنا شفنا الموقف كامل دلوقتي والسكتش كله، بس في الاخر خالص مع انه دخل الاوضه وتقريبا ضميره صحي في اخر لحظه وخرج من الاوضه وهرب او رجع تاني. حس بهاي المواقف دائما حس الله دا يدز لك رسالة انه حتى تصحى على نفسك ما تسوي شيء. فهي رسالة لما هو سمع بيكلم في التليفون، بس صدفة سمع عليه يحكي عليه وانه هو يحبه ودا يدعي له، فاكيد حيبطل يسوي هذا الشيء. الضغوط اللي بتبقى على الواحد دايما بتكون صعبة، يعني مش عايز اتكلم بطريقة فلسفية، بس هو الواحد ساعات بيتحط تحت موقف اجيب فلوس منين، اعمل ايه، انا في ورطة كبيرة، ما يعرف يرضي مرته لو ولا وهي كمان كانت بتزن انت. احنا عايزين نحط نفسنا مكان مراته، هل كنت تبقى عاملة كده؟ طيب لا والله ما حزن عليه عشان يروح يسرق يعني. اكيد شيء غلط. هي كانت حاجة غريبة فعلا ان هي تزن عليه، بس ممكن كانت تقول له او كانت بتقول له يطلب منه الفلوس مش يسرقها. بس اكو هواية ستات هيجي يسوون يعني تروح تقول لزوجها ان انا مريضة ولازم اسوي عملية، فماكو غير حل، لازم تاخذ الفلوس. فده تشجع على شيء لمصلحتها هي بالنهاية. عامة ده كان السكتش بتاعنا النهاردة او اللي بنعرضه كل يوم في حلقتنا. موعدنا شباب هيكون معنا كل يوم سكتش كده، ونشوف ايه اللي بيحصل، موقف من الحياة بنستناها بتحصل لنا بتخلينا نفكر 100 مرة، فحلو ان احنا نتفرج على حاجات زي دي ونتكلم عليها اكتر. في حاجة عايزين نتكلم فيها، هو موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهو موضوع الدراسة بقى بعد ما تخلص دراسة. هل بتفضل انك تعيش في البلد ام بتحب انك تروح تدرس برا او تكمل دراستك برا او تشتغل في بلد تانية غير اللي انت درست فيها، او اذا انت اصلا دارس برا مثل مها درست برا؟ انا بالنسبة لي افضل دايما اني اسافر او اطور خبرتي واطور ثقافتي وكل شيء. يعني انك انت تشوف ثقافة جديدة غير بلدك هذه بحد ذاتها مكسب يعني. او انك تشتغل في مجالات، حتى مرات الواحد يشتغل مجالات غير دراسته. يعني في كثير ناس يكونون اشتغلوا بشيء دراستهم شيء بالضبط، دراستهم شيء وشغلهم شيء ثاني. فانا بالنسبة لي اكيد اسافر. الفكرة كمان ماشي، انت بتقولي لو يعني بلدك، انت مثلا من السعودية ودرست في السعودية وحاليا انتقلت للعمل في دولة الامارات. بس انت انا بتكلم على ممكن تكوني سعودية عايشة في الامارات ودرستي في الامارات. مش بتكلم على دول معينة، بس انا بتكلم على انه
هل تكملي في البلد حتى لو انت مش منها ولا تسافري؟ انت القرار بيجي بناء على اسافر إن وين ارجع بلدي يعني او تسافري بلد تانية غير اللي درستي فيها؟ اذا حسب اذا جتني فرصه في بلد اخر مع عرض اخر ليش لا، اذا كان العرض يناسبني طبعا اسافر. اه يعني شايفين ان دلوقتي ناس كتير بتسافر وما عندهاش حسب معنا. الناس يعني هم يبدون يقدمون على دول ثانيه حتى الواحد يسافر من يخلص دراسه، بس اذا مثل حالتنا مثلا معظمنا اللي درسوا بالامارات وطالعين اصلا من بلدهم، فممكن ما حيكون عنده مانع انه هو بعد المرحله الجامعيه او حتى المدرسه انه هو يطلع يكمل برا دراسته او شغله. فطبعا كل الناس يشجعون انه الواحد يجرب طبعاً. يشوف بلد جديده بما انه هو اصلا طلع من بلده، ممكن يرجع البلده يرجع يشوف ايش صار بيها. بس اني من النوع اللي احب اسافر يعني ممكن. سنتي قلتي نقطه مهمه قوي فعلا، اللي عايش في الامارات ودرس في الامارات فرصة انه يسافر وهيبقى ما عندوش مشكلة خالص لانه اوريدي تعامل مع متعود. جنسيات مختلفة هنا في بلدنا الحبيب موجود فيها جنسيات مختلفة عنده ايه. انت تحبي تدرسي وتشتغلي في نفس البلد؟ انا ما يمكن لاني انا انسانة متعلقة جدا بالاهل والعالم ما يعبكيش يعني تحديدا يعني انه الماما والبابا اثنين مع بعض، فكانت بالنسبة لي وما زالت بالنسبة لي صعبة، مع انه حرام هني كتير شجعوني اني على القليل اعمل ماجستير برا، بس ما قدرت صراحة. أكو هاي ناس يكونون متعودين يعني الواحد يتعود على المكان أو على البلد، وطبعا الأهل والأصدقاء، فهو ما يقدر يتخلى عن كل هاي الأشياء ويختار شغلة أو عمله. بس انت بتقول هي بتقول ماجستير للشغل، طب لو جالك شغل برا يعني جالك فعلا العكس من ما يعني دائما انت حابة تفضلي في البلد اللي فيها أهلك، ده ممكن يكون عنصر أو فيها أنا خلص هون حياتي هون أصدقائي هون، حسة يعني تقيل علي اني ارجع اطلع برا، بدي ارجع اعمل اصحاب من اول جديد، بدي تكون فيها مسؤوليه كثير كبيره، بحس اني انا ما مجهزه شوي نوعا ما. انا احس اغلب الناس ممكن يتقبلون فكره انه هو يسافر برا اذا جبت له كل الناس اللي هو يحبهم واخذهم وياه للبلد يعني هذا الحل. طب الولد والبنت نفس الفكره يعني ولا تحسوا بنات حساسين اكثر؟ لا البنات الولد لا مستعد يطلع ويبعد ويكتشف بطبيعته الرجل او الشاب بيحب يتشنشط فعلا ويكون من مكان لاخر ويحب بيحب السفر بيحب يكون برا بيحب يبعد عن اهله ويكتشف حاله. اي ثينك هذا الشيء ساعد بناء الرجوله طب والبنات يعني اقصد مثلا بلاد كثير طبعا نسبه الامان فيها عاليه جدا، فايه المشكله انها تطلع وتعيش لوحدها؟ لا طبعا ما في اي مشكله يعني زي مثلا طبعاً الامارات هنا ما شاء الله يعني نسبه من جد يعني انا اعتبر الامارات من أكثر البلدان اللي أنا شفت فيها أمان يعني في أي وقت وفي البيت برا في الشارع لو طلعت في أي وقت مستحيل إن العمل أو الدراسة هنا مش هيبقى عائق لأي بنت أو يعني أي ولد طبعا. أنا أحس إن أنا بالعكس ما أحس إني أنا تغربت أو سافرت لأنه الإمارات تعتبر بلدي الثاني بالفعل يعني ما أحس بغربة. طيب ولو كلمنا عن الدول الغربية تحسي إنها صعبة على البنت؟ لا مش صعبة يعني حسب شخصية البنت حسب تربيتها وتكوينها من البداية يعني في عوائل يخلون عيالهم أو بناتهم إنه يعتمدون على نفسهم دائما يخلوهم لحالهم إنه أنت لازم تسوي هذا الشيء لحالك يعني مو أنا إحنا طبعا عندنا بالعرب أكثر شيء إنه ندلع عيالنا وإنه يسوون عنهم كل شيء، بس إنه جزء من إنه تخليه يعتمد على نفسه إنه هو يسافر الحالة يكتشف يعتمد على نفسه، لأنه مهما كان الولد أعتقد أو الطفل يوصل إلى عمر معين إنه حتى الأجانب يعني بعد عمر 18 إنه لازم يستوعب إنه هو مسؤول عن نفسه. فأنا أشجع معظم الأهل يعني يشوفون أنه خوف ابنهم أو بنتهم من موضوع السفر أو تعيش وحدها يشوفوه خوف من نوع الجيد، أنه هي خايفة هسه بس من تروح حتشوف أشياء جديدة حتعتمد على نفسها بعدين هي حتشكرهم، يعني مع أنه هي بالبداية صح. خايفة وما تريد تروح أو ما تريد تتركهم، بس بعدين حتقولهم شكرا أنه أنتوا خليتوني أوصل لهاي المرحلة وأجرب هاي التجربة لأنه قوت شخصيتي. طيب أنا في الآخر دائما بحب أستناكم وتقولوا أنا درست في ثلاث بلاد مختلفة. طبعا ادرس واشتغل وادرس واشتغل في اي بلد وسافر وجرب صحيح. مهما يعني وصفت لكم في قد ايه ده حلو وقد ايه بيكسبك خبره كبيره جدا وقد ايه بتتعرضي لحاجات عمرك ما هتتعرضي ليها لو انت في مكان واحد، وبعدين تبادل الثقافات هو اللي هيفضل احلى حتى الواحد يكتشف اشياء بشخصيته مو شرط بالناس مو شرط يتعرف على ناس يكتشف شيء هو بشخصيته ما كان يعرفه. لا وخلي بالكم في مثلا اسيا غير اوروبا غير
افريقيا، في ناس بتروح تشتغل في افريقيا، يعني انا ما كنتش اعرف ان في دول في افريقيا ممكن تشتغل فيها تتعلم وتستفيد بشكل كبير. في محمد بعد ناس يعني يسافرون للدراسه او للعمل ويحبون هذا الشيء ويجلسون يعيشون هناك يكملون. انا بشكر كل مشاهدينا ونتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده. بكره هنكون في نفس الميعاد من الساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه في موعدنا. شباب نروح دلوقتي ونسيبكم، نتمنى لكم سهره سعيده. مع السلامه، شوفكم بكره. يلا بينا. باي باي.